صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا يا بيك. صباح الخير يا بيك. صباح النور. لميس خانم، شو في؟ ليش أنت هون؟ ما اتصلت فيك وخبرتك إني جاية مشان ما أزعجك. صاير شي؟ إذا ما عندك شي فينا نحكي شوي؟ طبعاً طبعاً، تفضلي. صباح الخير يا بيك، أنا كنت عم استناك. صباح النور. جبت لك ملف حلمي أونال، ممكن تطلع عليه؟ معلش بعدين بنحكي. طبعاً، أنا رح ضل هون. أسفة عطلتك عن شغلك. ولو شغل شو، طالما أجيتي لهون معناتها الموضوع كتير مهم. بالنسبة إلي إيه؟ تشربي قهوة؟ أهلا وسهلا. جيبي لنا قهوة. حاضر أستاذ. عدنان بيك، أنا مو حابة أخذ من وقتك كتير، رح أدخل بالموضوع فورا. ما بعرف، بجوز يكون صار لك خبر. مبارح صار حديث مو منيح بيني وبين نهال. ما إلي خبر، نهال ما قالت لي شي. نهال عم تعتبرني مسؤولة عن اللي صار بينك وبين سمر خانم. قالت لي هالشي بوضوح، وقالت لي إني عم صدق الكلام يلي طالعه حلمي أونال، وعم حاول أقنعك فيه كمان. ومن هالحكي هيك كتير مو معقولة. والله صاروا معقول. يا الله، كتير زعلت. وأنا كمان تمادت معي لدرجة صارت عم تتهمني بالخيانة للعيلة، وقالت لي أنا عم عارض خطبتها مع مهند بيك، مشان هيك أنا عم أعمل كل هالشغلات. أعصابها متوترة ومو عارفانة شو عم تحكي. إذا بتريد ما تفكر إني عم بشكيها إلك، بس عم حاول أعبر عن شي جواتي. نهال هي روحي، ما عصبت منها وما زعلت، لأنه هاي الأفكار مو أفكار بنوب. فيروز خانم هي اللي عم توجهها بكل وقت. نهال كتير عم تتأثر فيها، وصار حديث مشابه كمان بيني وبين فيروز خانم. بطنشة بضحك وبمشي، بس آراء نهال مهمة بالنسبة إلي أكتر ما بتتصور. رح أحكي معها ورح خليها تعتذر مني. لا لا، إذا بتريد لا تعمل هيك، أنا مو هادي اللي بدي إياه، ولا حتى إجيت مشان هالشي. اقتنعت إنه وضعي بالبيت ما رح يكون مثل ما كان بالماضي، خاصة بعد اللي صار. أنا حابة بعد لفترة قصيرة. لميس خانم، لطفاً عم نمر بأيام صعبة، الحق معك تزعلي، بس أنا متأكد إنه رح تتغلبي على هالشي من خلال تسامحك. التسامح يلي بدي أظهره لنهال يمكن تعتبره فيروز خانم تحدي إلها ولبنتها بهداك البيت. ما بتخيل إنه نهال رح تقدر تفهمني، خاصة بهاي الفترة. أنا ما بقدر استمر بالبيت بهالطريقة. نهال ما بدها ياني بهداك البيت مثل فيروز خانو. طيب ومراد ما عم تفكري فيه؟ أنت بتعرف منيح شو بيعنولي هنن الاثنين سوا وقديش بحبهم. طبعاً ما فيني أتركه لمراد، خاصة بهاي الفترة وهو عم بيجهز الامتحانات. بيجي بياخد دروسه ببيتي، أو منلاقي صيغة تانية لشوفه، يعني ما بعرف. إذا تطلب الأمر بنطره قدام المدرسة وبدرسه. شو عم تحكي يا مدموزيل؟ معقول؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. عدنان بيك إجا؟ إيه، وعنده لميس خانو. أهلا وسهلا. خير إن شاء الله يا لميس خانم.
اجيت احكي مع عدنان بيك بموضوع مهم. شو هو الموضوع؟ نهال، مثل ما قلت لك خلينا نكون بس بهاي الفترة هيك، نستمر انا ومراد بالدروس ببيتي على القليلة حتى تطيب ايد نهال وتهدى الامور شوي. اذا انت هيك بدك ما بنقدر نساوي شي بنوب. سيلفو بلي، هيك حابة. طيب ماشي، مرسي بوكو، اغفوا، مع السلامة. خاطرك، مع السلامة. شو صار؟ ليش أخذ موقف منا؟ شو قالت لك؟ قال حابة تبعد شوي عن البيت، متوتر علاقتها مع نهال، لأن نهال عم تحملها مسؤولية اللي صار، كتير مقهورة منها وأنا كتير زعلت. لا تزعل، أنا بعرف المشكلة. الحق مع نهال، المدموزيل صارت عم تتجاوز حدودها. ما عم صدق أنه أنت عم تحكي هالحكي. مو بس أنا عم بحكي، سمار، فيروز خانم، ونهال، الكل عم بيفكروا هيك. معقولة يكون الكل غلط وهي الصح؟ أنا كنت بحب تنهي هالوضع وتصحح العلاقات، بس هي اختارت طريق تاني. واضح إنه مشكلتها بتتخطى نهال كمان. صاير شي بينك وبينها؟ لا، أنا عم بحكي من ورا الشي اللي عم شوفه، لأني باخد بعين الاعتبار مشاعر المدموزيل تجاهك انت بالذات. صرت عم بنزعج وقت اللي بيرجع أملها عند كل مشكلة بتصير بالبيت. شو عم تحكي انت؟ مو معقول هالشي. بس هي عم تفكر هالشي ممكن يصير، وإذا حاولت توجهها لنهال مثل ما بدها لميس خانم بالضبط ووقفت معها، بتكون نهال انزعجت منها. الكل متوتر أعصابه وما حد عم يقدر يفكر بشكل سليم. برأيي هذا هو مصدر المشكلة. انسى، طالما حابة تبعد لفترة معينة خليها تبعد، هيك أفضل مشان الكل. انت كيفك؟ منيح، عم حاول اتماسك شوي.